أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج أكد سلامة جميع الحجاج البحرينيين في مكة المكرمة وإتمامهم مناسك الحج في أمن وسهولة ويسر سائلا الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا لتظل سندا وذخرا للأمة الإسلامية وعاد حجاج البحرين من الأراضي المقدسة بعد أن أتموا فريضة الحج والركن الخامس من أركان الإسلام ومن المنتظر أن يستمر اليوم الأربعاء وغدا الخميس توافد الحجاج وتصل اخر دفعه منهم يوم السبت المقبل واعرب الحجاج عن ارتياحهم لما وجدوه من رعايه وخدمات قدمتها بعثه الحج الرسميه مثمنين تواصلها الدائم معهم وتفقد اوضاعهم عن قرب